ليه يا رب؟ ليه عملتي كده؟ سبتيني ليه؟ ليه؟ الله يرحمك يا اخوي، ايهود راحت لك وسابتني لوحدي، دي اللي كانت مصبراني على فراقك. اهدي يا ماما عشان خاطري، اهدي شويه. اللي بيحصل ده يا بنتي فوق احتمالي، مش قادره. انا جبت لك لقمه تاكليها، انت ما اكلتيش من امبارح. وملي نفسي اكل، احنا لحقنا لفوق من عمر لما تيجي هدى. هون علينا وصبرنا يا رب، هون علينا وصبرنا يا رب. عمر وهدى راحوا، الله يرحمهم يا اشرف، الله يرحمهم. انا خلاص بقيت لوحدي. انا جنبك يا اشرف، عمرنا ما هنسيبك لوحدك ابدا. خدوا كل حاجة حلوة معاهم، ما سابوليش غير المر. اهدى يا اشرف، اهدى. لو مش عشان خاطر نفسك، عشان خاطر ماما المنهارة اللي قاعدة فوق دي. معذور يا سعد، معذور. خبطتين في الراس توجع برضه. الله يصبرك يا اشرف. عشانهم عملت حاجات كتير قوي غلط، وبعت نفسي، بس بعتها بالرخيص. عشان ما تعملش في نفسك كده، انت كده ممكن يجرى لك حاجة. يجرى لي ايه؟ تفتكر ممكن اخاف؟ خلاص كل شيء راح. لا حول ولا قوة الا بالله. استهدى بالله يا اشرف، استهدى بالله. قادر ربنا يصبرك على ما بالك، ويكون في عونك يا اشرف.